التغذية معنا صافي بن حسن اخصائية التغذية. صباح النور. صباح الفل. صباح الورد. ليك واللي يسمعوا فينا الكل. يعيشك. يعيشك. سامي حسن كاري. اي طلع اش قالت لي؟ اي عطتنا فتوى. قلت لها ضعفت يا سميح محليك. قالت لي اي نحيت الخبزة ما ناكل مقرونة. اي سيغمون الكونتيتي تعرف قداش تاكل. اي لا ما نعرف كيك. اي جو سوي سيغ ومتعرف حتى الكونتيتي بعد ذكرك حلل بعد المقرونة تاخذها بات عادي. شوف انا الحقيقه جربت الفات كومبليت ما عجبتني. ما عجبتكش؟ اي فهم برشا عبيد حتى اللي عندهم غاز وكل بن المخ يكونوا متقلقوا على الديجستيون. اي سينون وتاخذ قداش من مره في الجمعه؟ سا ديبون هذا الكل. لا لي مغرومين بالمقرونه نجموا ناكلوها كل يوم راه خاطر نقول لك. سينون كونتيك في كونتيتي كبيره برشا. مقرونه صوص بلون. ونهار مقرونه حمراء ونهار كسكس. ونهار دويدا مفوره. سينون ونهار شربه مفوره. سي ترو معناها سي بيان كيفاش نجم معناها الميتابوليزم تاعك يحرق بالبيه بالبيه باش نجم نوصل. حتى انا هكاك كنت. اي. نحبوا الماكله هذيك. اي. سي سا هي تكون اسمع نقول لك حاجه خبل بزوها مادام معنا تغذيه تعرف مش ضعفتك كيف تعرفني كيفاش بات وتبدا بالصوص هكا صوص بلانش مغرقه بالفرماج وبالكريم فريش ديجا رمضان واسمعني تبدا ما نحكيلكش مشخشخه مشخشخه ما عندكش فكره قد ايه بنينه والله مي ايبر كالوريك هو راهو والله جيت بيناتكم الزوز توا بنا الحقيقه بنا لا تقاوم هي بنا مي مره بعد قد ايه باش تاكل مش كل نهار فهمت مش بعد ظهر تقوم في الليل انا عندي كل يوم هي هذيك اللي تبلبيزا كي نريجم انا مثلا اليوم نقول اسمع شتي تاكل حاجه اي نبلبزها اليوم هذا اليوم الاوف معناها اللي نجم نعمل فيه نحب عليه بون غدوه كيف كيف نبلبز شوي خليها جورني ليبر جورني ليبر اون فيت تعرف شنو نفسر لك بوتيتر الفينومين هذا هو اللي صار مع بدنك على خاطر كنت تاكل في كونتيتي باغ اكزومبل من عشت تاكل في 300 كالوري اوتوماتيكمون كي نقصت ميم سي ماهوش نقصت برشا معناها وليت في 2000 كهاو الوغ كنت لي بيزوان تاعك نحكيو على 1500 ما وصلتش انت 1500 تنقص كي تلقى روحك نقصت الكالوري نقصت لي كالوري بوتيتر فهمت والحقيقه نقصت معناتها فما بيريود شديت رجله شويه نحضر في روحي التصوير الرمضاني خي في رمضان جيت وسمنت والله ضعفت روحي ضعفت روحي في بريود سبتمبر اكتوبر ضع الكل الجمعه الاولى مشيت الكل بالحق ضعفت وبعديك نوريكم في التصويره معناتها كيفاش ضعفت ديكر قربة التصوير وكله رجعت رجعت خاطر رجعت ناكل نورمال حتى شفت حتى بس عاد بسيكولوجيكمون كي يبدا عبد عنده لوبجيكتيف للدات هذيك معناها ولا البريود هذيك سي بون سي بلوكاج او كونتخيغ كل ما يستريس كل ما يزيد ياكل على خاطر قريب قريب تقرب الحكايه وهي المشكله لازم تخليها انت هذيك المود دو في نتاعك هذيك اللي مانيش منجمين على طول معناها كاينها فتره لازم سويفي كونترول باش انت ديما عندك عصا وراك اوب كل بريود تشوف روحك في نص هذيك هي دونك احنا اليوم موضوعنا اليوم انتفاخ البطن والغازات في رمضان فوالا اللي السبب نتاعو اكيد جدا نوع الماكله يظهر لي ولا لا اللي هي سي سيغ هذاك هو العامل الاساسي اليوم نحكيه على النفخ والغاز اللي هو اكثر التوانسه يلاحظوه سورتو بعد البريود الاولى نتاع رمضان بعد النهارات الاولانيين على خاطر الريتم دو في تتبدل الكاليتي نتاع الماكله تتبدل سورتو الفريكونس نتاع الماكله معناها ناكلوا في الليل من بعد ناكلوا من بعد في السهريه نزيدوا من بعد شكون يخرج القهوه بعد يرجع ياكل وبعد يقوم للسحور ياكل اوزر قداش من قداش من مره وما نسيسوش لبدان سورتو هذا اكثر حاجه حتى في كيفاش طريقه الاكل فوالا ناكلوا فيت في مزروبين هاي كل هذه شتيت الاخرى ذوق من هذه هز هذه هذيك زاده ما تخليش عمليه الهضم تصير بالباهي هوني انا جامي سبب المشاكل هذه اي سورتو لي فيبر عليه على خاطر هي المشاكل الكل تصير في الكولوم تاعنا لي فيبر كي يدخلوا تصير لهم كيما نقولوا فيهم هما ديجا الكولون فيهم دي بكتيري كي باش يدخلوا لي فيبر هذوك فما دي زونزيم باش يعملوا ديغراداسيون كيما نقولوا يكسرونا لي فيبر هذوك الوغ كو فما دي فيبر صعاب تكسيرهم
باش يتهضموا، فهمت؟ ماهمش ساهلين. هذيك علاش برشا ناس تقول لك يقولوا لنا كلوا السلطه، اهم حاجه السلطه. يا خويا كي ناكل السلطه نحس روحي تقلقت. صحيتك. يقول لك كي ناكل حاجه اخرى ما نتقلقش، وكي ناكل السلطه فوالا اكزاكتومون برشا. على خاطر كي تصير ديغراداسيون لي زونزيم هذوكا تولي يخرجوا دي غاز والهيدروجين اي سورتو لي غاز. هو نورمالمون البدن كي فما يسبب لنا هذوك الميكانيزم هذاك الغاز اوتوماتيكمون لازمها تخرج باغ فوا اورال والا باغ فوا ريكتال، معناها هذاك الطبيعي نتاع العباد الكل. فما شكون يتقلق عليه على خاطر لي غاز هذوك يقعدوا في الكولون نتاعو فوالا يسببوا له النفخه هذيك كل غونفلومون كل قلق بساعات حتى كل مغص في في الامعاء وكل. انا ديما كيكا فوالا حق عندي مشكله نتاع 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 الغاز. هوني من اكثر الاسباب انه هو نقولوا الانواع نتاع لي فيبر، كيما نقولوا فما نوعيه نتاع لي فيبر سورتو نلقاوها في الثوم، الكرومب، البروكلو، وزيدا لارتيشو. اي ميم سي لارتيشو نعرفوا اللي هي ديوريتيك، او ميم طون زيدا تعاوننا في عمليه الهضم، مي لازمنا ناخذوها افيك موديراسيون. اي سي بور سا زيدا البقول باهين على الاخر، نقولوا اليوم فيهم دي فيتامين، دي سيل مينيرو، لكن زاد كيف يتصبوا في النفخ. هيك علاش نحطوهم في كونتيتي كبيره نتاع مي، راهي مش بوبليش هذيك، مش عاده نتاع نسي قبل وكها، وكونتخيغ هذيك هي الحكمه اللي هو لازم تنفخ قبل بليله، اي او ميم طون بوركوا با حتى في المي تزيد تنفخوا بالمي باش ينقص القلق نتاعها هذيك. انا نسخالي نفخوها باش تطيب فيسا. حتى مش الحكايه اللي عندها حكمه هيك علي قلت لك ماهوش سولمون. دونك المي هذيك من اللي نمرقوا به نوليو ليه اللي تنفخوا ما تطيبش فوالا للعباد اللي هما عندهم قلق في ديجا قبل رمضان عندهم القلق خاطر باش يزيدهم في رمضان. اي سورتو كيما كنت تحكي انت من بكري شويه على لي سالاد، علاش تتقلق العباد في رمضان؟ خاطر اوتوماتيكمون التونسي ما عندوش لابيتود انه مع شاك غوبا يحط لك سلاطه، مش العباد الكل، كاين عباد تلقاها يتبع في ريجيم اليمونتيغ. مي اوغوزمون هي اللي هي حاجه باهيه ناخذوها بالسونس الباهي. التوينسه في رمضان تلقى فما كل طاوله تونسيه فما السلطه الخضراء، نحكي على السلطه الخضراء هوني. هذاك عليه يبدا مش مستانس بالكونتيتي نتاع الالياف. بدنه ما ينجمش يهضمها، فهمت؟ هيك عليه مع الصيام خاطر ما ينجمش بيان سور. واوتوماتيكمون حتى كي تبدا باغ اكزومبل في ريجيم اليمونتيغ ابار الصيام في بريود مش في رمضان، ينجم يسبب لك بعض الغازات البريود الاولى. كيف ما زاد توا فما توندونس نتاع الكينوا. الكينوا فما برشا عباد يستعملوا فيها سو فورم دي سالاد دي سوب اللي هي حاجه باهيه. تقلق برشا برشا. هذاك علاش قلت لك لازم تتنفخ. انا اللي نسخا لها مغشوشه فوالا. لي هذيك كيما بلوتو مش الملتوت تاع قبل وكل، هذاك يقلق برشا زيد. الشعير العكس مش الشعير، الملتوث العربي. الملتوث العربي هو شعير هذاك. فوالا في دي فيبر اكثر ما هو تصير دي ديغراداسيون بعد تولي دي سوب وكل، هذاك الكل لازمنا ننفخوه في الماء، ومن بعد الماء نتاعو كان لازم نعاودو نطيبوه، ومن بعد نحطوه في السوس وناكلوه سورتو للعباد باش ما يتقلقوش. كيف كيف زاده باغ اكزومبل الكرومب ولا بروكلو باش ما نتحرموش من المنافع نتاعهم قبل ما تطيب به الحاجه، مش باغ اكزومبل باش تعمل شكشوكه بالكرومب ترميه ديريكتومون. طيبوا بالباهي في الماء ومن بعد تحطوا. اي حاجه دو بريفيرونس تعملها هكاك باش ما هي الاكثريه الخضره كي تطيب تولي ما عادش عندها مشكله الغاز يظهر لي. هي اي خضره تطيب اي مود دو كويسون راهو حتى تحطها في الفور سي نورمال باش تولي بلو ديجيري تتهضم تتهضم خير. فوالا كيما كعبه الغله زيدا كي ترحيها تتهضم خير، معناها تولي ما تقلقكش في الغاز. هوني ما تقلقش في الغاز، مش نحكي على الكونتيتي نتاع السكريات اللي فيها وكل، مي عمليه الهضم تولي أسهل. على خاطر علاش باغ اكزومبل كعبه التفاح سي سيغ القشره اللي فيها الياف اكثر حتى من الداخل. وزاد للعبيد اللي عندهم باغ اكزومبل قلق كيما هكا غازيت ونفخ وكل في الامعاء وكل، اوتوماتيكمون دو بريفيرونس كعبه الغله يختاروا كل كعبه كل طايبه برشا. مش تبدا يابسه هكا وكل. هذيك زيدا عامل من العوامل زيدا باش ما تقلقنيش. بالنسبه للناس اللي تلقاه نورمال كل شو سافا لاباس، اما اول ما ياكل يصيروا له الحاجات اللي انت تحكي عليهم البالون مو في ساعه في ساعه تلقى الكرشو القديم يقول لك دوبا ما بديتني مازال ما كليش مشكله برشا راهو اول ما كلي
علاش شفت الحكمه زاده اللي انت لازم تاكل كسوب هذيك، لازم ترطب البدن نتاعك بحاجه سخونه ومن بعد ترتاح شويه ومن بعد ترجع تاكل. هذيك ديجا تعمل لابيل اللي احنا حكينا فيها قبل، انه لازمنا ديجا نعملوا لابيل هذيك باش للعبيد سورتو اللي باش يحبوا ينقصوا في الميزان. هوني زاده مش حد، هي طريقه صحيه، هي طريقه سليمه انه باش العبيد زاده ينقص القلق نتاع الامعاء هذوك، زاده سورتو الكونتيتي نتاع الماء. حاجه تري امبورطون، راهو ما نجمش البدن يخدم كوم الفو لي ميكانيزم والديغراداسيون نتاع الماكله نتاعنا يصير بالباهي كان الكونتيتي نتاعنا سي با سوفيزونت. اوكي كنقول مي راهو نجمو ديزانفيزيون اي تي تيزانا كل مي اروماتيزي تحط فيه شويه قرص شور الليم توا محليهم عود قرنفل فوالا يبنن. فما شكون حتى نقول لهم حتى باغ اكزومبل برود الرمان تحط فيه حتى كعبيت الرمان فغيز تقصوا دي كوب صغيرات يولي لك اروماتيزي. مرحبا بينا ما نكثروش في وسط الماكله ونشربوا على طول السهريه سورتو زاده الرنت والترونجيا يعاونوا بالبيه. الرند حتى في الماكله نتاعنا راهو كي باغ اكزومبل ناخذوا حاجه فيها يعني نجم تسبب لنا القلق هذاك نوع من اللي فيبغ هذوك كي نحطوا ورقات رند تنجم تعاون. الكمون زيد عليه يعاون بالبيه يهضم هو البسباس البسباس هي كيف كيف زاده باش نحكيو سورتو للجازوز على خاطر فما برشا عباد يقول لك كيس الجازوز نحسو يهضم لي غريبه هذه انا تبهت انت زاده ما تقوليش انا زاده الحقيقه انا كنت بالحق الجازوز كنت ما نجمش مع كل غطاء نشرب ايترا في النهار واحد ايترا نص نحيته فتره طويله توا في رمضان نتاع هكا نشتهي شويه ذويقه اما ما عادش كيما قبل كنت نعيش بالجازوز. فلا اللي هي حاجه خايبه خاطر الجازوز راهو معناها لازم غيالمون وقتها بوتيتر يحسسهم بسونساسيون اللي هو يهضم مي غيالمون بعد ساعتين يسبب في يسبب في الغازات يسبب في القلق اي او ميم طون فوالا اي او ميم طون ما يخليش الفيكساسيون فيه معناها دي سوبستونس ما يخليش الفيكساسيون نتاع الكالسيوم يصيروا في البدن. ايوا معناها بعد قديش من عام كونسوماسيون تولي هشاشه العظام تكون عرضه اكثر لها. زاده للبرودوي ليتي للعبيد اللي عندهم قلق في الغاز وكل دو بريفيرونس نبعدوا على الحليب. الحليب على خاطر فيه برشا لاكتوز ناخذوا بلوتو لي برودوي ليتي اللي فيهم فيرمونتي فما اللي بليش لاكتوز هاكا فما معني انواع الحليب توا صحيح اكزاكتومون للعبيد اني نقول اللي عندهم بوسيبيليتي لي مويان اللي باش يشريو الحليب النباتي بوركوا با او بيان يعملوه في الدار. فما شكون يعمل الحليب نتاع الروز نتاع اللوز والا ناخذوا كعبه الياغورت خاطر ديجا فيها مرخصو حليب اللوز اي هذاك علاش قلت لك حليب اللوز رخيص الحقيقه نتاع ربي هذاك علاش قلت لك سي اوبليغاتوار انه ناخذوا ما نحكيوش اون جينيرال فهمت انت قلت موجود الحليب ما نجموش نحكيو اون جينيرال يعني او موا نعوضوا بحاجه هذيك خاطر لا ثم الحليب حليب وبلاش لاكتوز توا سورتو فما صغار يسون اوبليجي خاطر معناها بالحق تلقاه مريض بعض الامراض اللي هو عنده انتوليرونس دو لاكتوز ومحروم من الحليب فوالا سي اوبليغاتوار دو طون زون طون الام شتعطي لصغيرها صحيح كيف كيف زاده شوينغوم عليه على خاطر الغاز اللي باش يدخل لنا ينجم يدخل لنا من الماكله اي سورتو يدخل لنا من لي فيد هذوك الهواء اللي يدخل من البدن اوتوماتيكمون كي تحط كعبه شوينغوم ولا حتى لوبين خاطر برشا عباد يسالوا انت عم بتكرشك بالغاز فوالا الهواء اللي دخلته هذاك وانت تمغط في الشوينغوم اوتوماتيكمون باش يتحصل لك ويعمل لك البالونمون نتاع الكرش نتاعك كيف كيف زاده كي تقعد تشرب برشا بالباي اي نفس الحكايه ماهوش باهي زاده واللي هي تفيد برشا في حاجات اخرين مي مالوغوزمون في الكاهري ما تفيدش اللي هما لي برودوي اللي فيهم بديل السكر يعملوا غاز يعملوا برشا غاز على خاطر فيهم ديزيديل كورون ومنحين السكريات هذوك يسبوا برشا غازات نتصور برشا عبيد لاحظوها معناها من تجربه دي ديلي ديبي السكر جمله انا من حياته كومبليت فوالا ديلي ديبي يلاحظوا القلق هذاك اون جينيرال لازمهم ياكلوا بتي تابتي اوكي معناها كي نحطوا الغوبا نتاعنا ناخذوا وقتنا واحنا ناكلوا ميسيلش سورتو توا لمه رمضان وكل نستنفعوا بها الحاجه هذيك نبعد نشربوا كونتيتي نتاع مي ما نشربوش في وسط الماكله اي او ميم طون تو سكي دهون وكل ما نكثروش منهم فوالا يعطيك الصحه ان شاء الله نهارك زين ونهارك اسعد الايام سامح تحب تجيب حذيه في الكوجينه ولا يزيك من الكوجين الكوجينه عشق اي جاي ايا للا جيجي
توا قاعدين نحضروا في الكانيلوني. قولي لنا شنو حضرت ساعه للفاخس؟ بالنسبه للفاخس حاجه انت تعجبك هذه معناها سيغ. بالنسبه للفاخس عملنا اللحم مفروم طيبناه في شويه ثوم وشويه بصل قليناهم بالكدا ومن بعد زدتوا شويه معدنوس زدتوا شويه جوتا وشويه جبونات هذاك اللي باش يبن لنا وما حطيتش عظم راه ما غير عظم من غير عظم ولا ديجا معناتها الجبن يذوب وعملنا حضرنا الصوص من غير عظم من غير عظم وهنا عملنا الصوص طماط فريش مش عاقدة خاطر مش عاقدة باش تبن الكانيلوني فما ناس يصمتوها راهو لا هي تخاف من الفخس تبدلك خايبه فوالا صحيح تيب في الصوص نتاعها صحيح دونك هاو كنستعملوا احنا ديما سهلوا روحنا ديما نستعمل لي بوش راه لي بوش ما عندكش خد ساشي وعملها هكا حتى بصبعك ولا بمغرفه ما يقلقش فوالا نحطهم في الفور ورشه جبن هكاك بتاع 20 مينوت 25 مينوت ويحضر البلا نتاعنا تري تري بيان بلا كوثر سامحني سمعتها تحكي على الحليب اللوز حليب اللوز هو تصنع في الدار اي قتلي ولا حليب اللوز غالي هو غالي وباش تعمل طريفه حليب لازمك تشري طاير لوز ولكن يطيح لك باكل حليب صوم باكل حليب ما يطيح كونتيتي يطيح لك كونتيتي واقل معناتها لا اعمل لنا المره الجايه ان شاء الله نركزوا على البرودوي شنو اللوز نمشيو لفقرتنا اللي من بعد اللي هي كيفاش فقرتنا كيفاش معنا ريم عبد الخالق كوتش اليوم باش نحكيو على التوتر كيفاش نتحكموا فيه وعلى الضغوطات اللي نعيشوها صباح النور اهلا وسهلا صباح لاباس الحمد لله عندنا ضغوطات يا اخي احنا عبيد شويه برا ليلى خاتينا احنا عبيد على حساب ابدا مستحيل احنا شعب زين نعملوا في اليوغا لبس علينا ما شاء الله علينا مقارنة ببرشا شعوب اي لا كيك الحمد لله يا ربي نحمدوه اما ما عندناش ناس على حسابهم بالكل نبداو بالايجابيه شويه شويه احنا في الحقيقه ماشيين نزيدوا نتوتر كيما بقيت العبيد في العالم الكل مفروض علينا الريتم تاع الحياه العيشه نتاعنا اللي عنده مسؤوليات اللي قلق زاد ما عندوش مسؤوليات زاد عنده توتر من نوع خاص ولا مازال كيف حكينا اخر مره ما لقاش خدمه وما قاعد ما عندوش وين يخرج الطاقه نتاعو ما عندوش وين يخرج الابداع نتاعو ما عندوش ريكونيسونس مش مستعرف بيه فزاد هو عنده هذاك التوتر نتاعو فبيان سور هما برشا انواع من الضغوطات احنا الكل نسميهم ستريس معناها فما ضغوطات فما توتر فما ضغط توتر نفسي فما ضغوطات من مشاغل نتاع الحياه فما سكون ابل برن اوت الاحتراق في العمل العبد ولا الاحتراق في المهام انه الانسان تلمو يتوتر يبرون سور لوي ياخذ 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 يبدا يخبي الى ماجازين وما يحكيش وما يحاولش يفرغ كل شيء هذاك يولي كلنا اللي فما الانسان الاكتيف نجم تقول بكلهم معناها يتعرضوا للنوع هذايا من انه احتراق في المهام فهمت معناها كسوا الخدمه والا للدار والا العائله والا ساعات الوالدين المجتمع حتى ما يخليش كي يبدا عندك هذا الكل شو اسمه التوتر هذا بربي هذا اسمه كي يبدا هذوما الكل عندك البرن اوت بوادر لطف عليك معناتها احتراق في المهام يا رسول الله يبدا معناتها ما ياخذش الحكايه ما يفيقش ديجا انت لو فات انك فايقه معناها تحكي عليه الموضوع ففما العبد عنده وعي نوعا ما انه برشا عليا انا توا ممكن واقع تحت ضغط معين لو كي نوصل للاستاد نحكي بو على روحي كي نعرف اللي انا عايشه التوتر هذا وبرشا حاجات دونك كي نوصل للاستاد اللي مانيش نستوعب النجم نولي ما عاد الراحه حتى حد نعمل راحتي انا نقعد ونعمل راحه ما فيهاش كلام هو بطبيعه العبد الذكي هو اللي يعمل هكا ياخذ وقت ياخذ شويه ركول يوخر شويه يشوف التصويره الكبيره ويقول انا وين فاش قاعد نعمل لا هي سؤال نورمالمون الناس الكل انا توا وين فاش قاعد نعمل اسكو اللي نعمل فيه يستحق التعب هذايا اسكو اللي نعمل فيه يستحق التوتر هذا هل فعلا هناك ما يثير التوتر نتاعي للدرجه هذه وقتاش نسال السؤال هذايا شنو هو المرحله اللي نوصل لها اللي نولي انا السؤال هذا يلزم يتطرح الكلمه المقياس هي المالتر وقت اللي نحس روحي سيء متقلق فما حاجه مقلقتني فما غصه هنا فما خنقه هنا فما ناس كل عبد بدنه كيفاش يعبر فما ناس جيهم عمال دكخان وجاع تراس فما ناس يلاحظوا انهم ولاو فما تعرق من اليدين من برشا بلايص في البدن فما ناس يجيهم وجيعه في المعده كيما تقلصات في المعده فما ناس وجيعه مسكولير
لي ميوسكل نتاعهم اللي يوجعوا وجع في ثلاث ست ساعات نجم تكون ما عندها حتى سبب عضوي. اذا كل السبب نتاعو التوتر اي فقدان الشهيه زياده في الشهيه زياده فما ديزيكيليبر في الشهيه في الماكله في كل ما يخص المعده. القولون نتاعنا ياسر يتاثر كي تكون متوتر نجم الشهيه نتاعك تولي محلوله اكثر هذاك اش قلنا نجم تزيد وتنجم تنقص معناها يصير فيها ديزيكيليبر فما توازن نفقدوه اي فديما وين نبعدوا على على الكلمه ولا المعنى نتاع التوازن فما مشكل ما في بلاصه ما هذا هو والتوتر بطبيعة الحال نجموا نكونوا مانيش متساويين احنا كعبيد قدام التوتر أيه. فما ناس يورثوا في جيناتهم ان بريديسبوزيسيون يكون مستعد الانسان جينيا انه يطلع انسان متوتر أيه. فما ناس التربيه نتاعهم تفرض عليهم انه تلقى واحد من الوالدين متوتر ولا زوز متوترين ما شاء أيه. الله أيه. يعيطوا يسيحوا يلطخوا يتعاركوا مع بعضهم قدام الصغار برشا بطريقه تخلي يورثها اي ولا يصير متطلبين زاد الاولياء يبداو متطلبين برشا من ناحيه نتائج دراسيه من ناحيه التربيه النظافه الهيئه الهنديم دونك فما والدين تخليش الصغير يعيش الطفوله نتاعو فيطلع انسان متوتر من بعد معناها خايبه كي تبدا تخلي صغيرك تطلب منه حاجات كيف تعيشوا تحت الضغط بطبيعه الحال اي انسان يعيش تحت الضغط يولي يتولد عنده نوع من التوتر واحنا التوتر شنو هو على باز هو احنا الانسان تخلق فيه كل ما هو ستريس وتوتر وانكسيتي وخوف نجم نحطوهم كل في نفس الخانه هاك سامحونا على النفس مجبولين ان نلخصوا فبيان سور المخ نتاعنا يقولوا احنا لو سيرفو ريبتيليا مخنا البدائي شنو يعمل يبدا ينقص من الدم اللي يدور في السيرفو يضخه في البدن علاش خاطر البدن كيحس روحه في خطر يحذر روحه يا اما باش يهاجم باش يدافع على روحه ولا باش يهرب ولا باش يقعد في جي في بلاصه واحده هذوما هما لي رياكسيون الاولانيين اللي كانوا عند الانسان البدائي كيف يهاجم عليه وحش كيف تجي عاصفه كبيره كيف يجي خطر كبير اي فبدلنا الفونكسيون دو لا ميم فاسون نفس الطريقة عنا وقت اللي يجينا أو أي خوف ولا حاجة حذرين احنا منها يتحط في نفس الوضعية هذيك فبطبيعة الحال احنا قاعدين نبسطوا فما زادة كيف كيف دي سكريسيون يصيروا من البدن نتاع كيما مثلا الغدة الكظرية تبدا تخدم فنتوتر ويطلع الكورتيزول يطلع يولي البدن نتاعنا مش قادر أنه يقاوم الأمراض مش قادر أنه يقاوم مثلا كيف فما عدوى معينة مش قادر يهضم مليح كما كنا نحكي من بكري مش قادر يفكر بالكدا فبطبيعة الحال هذه الكل يأثر على نوتخ فاسون احنا باش نقيسوا نقيسوا بالشعور كيفاش قاعد تحس في روحك كيفاش قاعد تحس كان فما قلق فما احساس بالقلق وقتها يسوي في احنا علاش موجودين معناتها المدربين الحياة باش العبد سيغ بلاس وقت اللي يحس الملاز هذاك احنا عندنا كيما ساك في برشا دي روسيت وفيها كيما دي بتي غوميت نجم تعاون فوالا تنجم تمشي معاك ما تمشيش معاك تمشي معاي دونك نجربوا سلو الشخصيه نتاع العبد شنو اللي يمشي معاه ونبداو كيف كيف نحضروا العبد من اللي هو صغير انه يكون ذكي ومرن نفسيا كيفاش نحضروا ذكي امورنا النفسيه احنا خاطر كي تبدا الحكايه من الصغر خير احسن حاجه بالضبط كيفاش احنا نسنسوا الصغير باش يكون يكون مرن هكا اول حاجه ساعه نعلموه انه يسمع روحه نسنسوا انت كيفاش تحس في روحك في شنو تحس تو تحس في روحك سافا مرتاح في البلاصه الفلانيه مرتاح في الروضه هذيك نبداو نعلموه حتى اللي تاغم نعلموه شنو ما هما سبب هما المشاعر نجموا نلخصوهم معناها في اربع خمسه مشاعر كبار فيهم الإيجابية وفيهم السلبية تحس بالفرحة تحس بالحزن تحس بالغيرة بشوي بشوي نفهمه فهمت تحس مثلا تحس روحك غاير من انت بالك شي ماكش مغشش بالك شي تاو حزين انت ندى بشوي بشوي نفهمه شوية شنو المشاعر هذوكم الكبار يتعلم يعبر بالضبط ديجا يحط عليهم اسم شنيا اللي نحس فيه شنو هو سيت خيزو حتى للكبار وينفع برشا حتى للكبار هي هو تعبير اللي تحس صغار محليه ما صباحنا نعبروا به فوالا هما واضح على خاطر واضح وما يدخل فيه حتى شيء ما فيش شوائب اللي يحسوه اللي على فمهم اللي في قلبهم على لسانهم هذا هو دونك نحاولوا نعلمهم انهم المشاعر هذيك يحطوا عليها اسامي وانه يستعرف انه تو حتى اذا ما يكبرش معناها احنا مشكلتنا الكبار نكبروا ما نقولوش صغير كيقلق وانا ما غشش وشد روحه مغشش فوالا فوالا بالضبط هو وقتها مغشش احنا الكبار تلقاك تفرك وما عندكش الكوراج باش تقول راني غرت من فلين ولا من فلينه ولا راني هو هما مشاعر عاديه معناها الانسان مجبول انه يحس بها لازم يحس بها باش يقدم في الحياه باش يتاثر بيان مش من غير ما نوصلوا للديجا كبار اما المشاعر هذيك المفروض ان نحسوها وعادي برشا ان نستعرفوا انها موجوده وقت اللي يجي الوقت اني نحس روحي سي تقلقت لازمني نعرف كل انا تو متقلق ولا متوتر ولا مانيش في صحني كما العاده شنو نولي وقتها نولي في عوض نتحمل الظرف اللي داير بيا ولا التوتر اللي قاعد نحس فيه نولي فاعل اي نولي نقول به انا تو ديجا نقول لك مثلا انت وترتني نقول لك هكا راك وترتني اي كي نقول لك راك وترتني ديجا نهدى اوتوماتيكمون
ونبدا نعرف روحي، نعرف مثلا اللي انه ابارتير من الوقت اللي باش نبدا نتنفس فيه بالصحيح باش نبدا نهدى، بقيت بدني يبدا يهدى. وهذا زاد نعلموه للصغار من البيتيت انفونس، نعلموهم اك التنفس العميق اللي يرتح البدن ويرتح الاعصاب ويرجعنا للتوازن نتاعنا الانيسيال. وقت اللي يتعلم صغير يعرف شنو يحس، وتعلموا انه هو وقت اللي يتنفس يعاود يقول الفرنسيت ايزو غوبخون، يعاود هو ياخذ الكنترول، يعاود ياخذ التحكم في روحه وفي اعصابه وفي بدنه. وبعد تعلموا بطريقه سلسه ومرنه انه يقول لك ليك انت في شنو يحس، مش برك يستعرف الروحه، يقول لك ليك انت يعرف يوصل لك زي الفكره بشويه بشويه يطلع انا جولت يعرف يتحكم في هالتوتر هذا. نجم زاد نعلمهم حاجات اخرى، نجم نعلمهم انهم مثلا تمرين زين برشا للصغار والكبار تمرين المخده. المخده اللي احنا نجموا نضربوها والبره في التمرين هذيا يعملوا حتى عليها وجه راه ولا بلايص. وتوا كي نشوف من اكثر اللعبات والحاجات اللي قاعده تتباع توا في التسويق والشبكات الالكترونيه الساك نتاع البوكس وكاريمون اباري معناتها كبير هكا مدور فيه وينت بوكسي وريتمي بالموزيك. فيفرغ بطريقه ذكيه برشا طريقه نشطه الطاقه هذيك والتوتر هذيك اللي يعاني منه العالم الكل. اكثر حاجه قاعده تتبيع توا معناتها في العالم الكل، برودوي تراندي برشا وتنحي بالحق. طبعا طبعا احنا داير ننصحوا الناس اللي عندها القدره وعندها البدن يسمح لها انها تترينا الساك هذيك نتاع البوكس من اكثر الحاجات اللي تفرغ الطاقه، الجري من اكثر الحاجات اللي تنقص التوتر، المشي ينقص برشا التوتر، العبد وقت اللي يمشي هي شنية هي احنا نحسوا في بدننا قلق وتوتر. فالبن هذيك تعبوا وتوتليه بحاجه اخرى ما عادش يقلقك بالتوتر، خدمه استعمله. والحاجه اللي قلقتك خليها ما تخممش فيها حتى لين بعد. وقتاش تخمم فيها؟ وقت اللي ترجع انت تخمم بطريقه صحيحه، وقت اللي تفرحك هديت ارجع خمم، اما وانت تغلي ما تنجمش تخمم، لا تنجمش تخمم وانت تغلي زاده. صحيح تنجم تاخذ قرار اما متهور ومش نافع على ليك للانتوراج نتاعك، دونك هذا هو نبداو بشويه بشويه نتعلموا. اول كلمه نتعرفوا على رواحنا، ثاني كلمه نستعرفوا بالتوتر اللي قاعدين نحسوا فيه، ثالث حاجه كل عبد يلوج فما طريقه يخرج بها التوتر هذيك. نسميهم مئات الطرق باش كل انسان ينفس على التوتر نتاعو، فما ناس طرح رمينه حلو التوتر، فما ناس مسلسل، فما ناس تلقاها مثقف برشا ولكن يلزم يتفرج على حاجه ما فيهاش برشا منفعه ثقافيه، حاجه كما نقولوا احنا فارغه ما فيهاش تفكير، ما فيهاش تفكير. هذيك علاش كي تتفرج في حاجه من غير تحليل، خاطر ساعه ساعه تدخل مسرحيه انت تاعب تحب تتفرج، تدخل تزيد تتعب وتخرج تعب على خاطر تفلسف برشا، خاطر حب يوصل لك الافكار، انت ماكش محتاج وقت هالحكايه هذيك، تحب تتفرج في حاجه تضحكك سمباتيك توصل لك معلومه هكا بسيط لايت. بالضبط فرنتها مهمه ماهيش تافهه. طبعا مش نحكي على مش على الابتذال بيان سور، اما الاعمال الكوميديه البسيطه مهمه جدا طبعاً. في الوقت الحالي طبعا مهم انه نعملوا الاعمال، صحيح ولا؟ صحيح صحيح. انت من الناس اللي تتوتر برشا؟ انا الحقيقه توا مثلا البريود التالي عندي صارت لي مشاكل وجيعة نتاع مفاصل الكل بعد التورناج، خاطر احنا نصوروا في الفارماسي وباب الرزق فرد وقت. فما توتر وضغط وبرشا حاجات وما نرقدش كان ساعه ساعتين في النهار ومع تخلبيست الماكله وتخلبيست النوم. دونك صارت لي وجيعة حشيكم في راسي برشا وفي بدني وكل شيء، وحسيت روحي متوتره. واول نهار اول حلقه باش تبدا في كل حاجه في كل بروجي انا على اعصابي عاديه. دونك حسيت روحي مدري كيفاش، مشيت الحقيقه معناتها طبيب مفاصل وكل باش عطاني حاجات تنحالي كالتعضل وكل، خاطر كنت كلي معضله ما نجمش حتى ناقف. معناها نوصل هكا المرحله هي اكثر من هكا. المغنيسيوم زاد خاطر يعاون برشا النفسيه وكل شيء، والتيزان كل يوم نعمل معناتها الرند خاطر يهدي الاعصاب والبابونج وحاجات هكاكا. وانا استنست قبل نتفرج معناتها على الفيديو نتاع لي كوتش وكل شيء، دونك فما حاجات نعملها وحدي، التنفس هذاك عندي ذيك كعبوله باش نحي الكوره انتي ستريس. ولدي كيف كيفك، ولدي سنستو حتى يعبر معناتها يعبر عجبه ما عجبوش شنو يحب. حتى الماكله نساله شنو تحب تاكل اليوم، معناتها مهم جدا هو الماكله والنصايح والراحه. والانسان يبدا عنده هوايه يحبها في حياته ويعملها بطريقه دائمه، معناها الانضباط مهم. مش مهم انك تولي مثلا تقول باش نعزف تولي جهبذ انت بتاع عود، اما امشي عندك مرتين في الجمعه امشي وتعلم. قلت مثلا باش نتعلم مسرح باش نتعلم دانس، مش انت تقولي في عمري تو اي ما دامك مغروم هوايه هي معناها باش تنفس انت على المشاعر نتاعك وباش تتفرهد شويه. ما يسالش ما فيها بيه، فما ناس يبداو يقنقلوا نهار كيما قاعد في القهوه بابا بعد، خليه هذاك وقته اللي يقعد فيه مع بيدي يفهمهم ويفهموه ويعمل حاجه اللي تفرهدوا تفتح له اعصاب. لميت المسلسلات بقى حاجه وقت معين وانت منضبط عليها تعملها كل يوم، هذيك يعتبرها مخك انها وقتك
راحتك فوالا يقيدها في الخانه نتاع الاوقات نتاع الراحه اللي نصرفوا فيها التوتر نتاعنا. مهمه جدا. يعطيك الصحه ميرسي بوكو. فما حاجه اخرى زاد لازم العبد يحكي مع روحه. اي اي في خدمتنا احنا انت كي تتوتر في الحلقه الاولى خاطر المستنيه كيفاش باش تكون والكل بي طلعت سافابا وقفت الدنيا اعصابي انا تحرقت والحلقه باش تتعدى. دونك حطها في مخك هذه تبدا تغني شيخه وباش تتعدى الحلقه. وما تعرفش تحكي مع روحك اعمل تفريغ على ورقه. وي اعمل تفريغ على ورقه. ما تعلمتش تحكي مع روحك ما فماش النوع من انه العبد عنده المقدره انه يحكي مع روحه. الورقه راهي تعاون الناس اللي يتفرجوا فينا وما عندهمش العاده هذه. اكتب على الورقه ما تخلص منها. اهم حاجه انك في اي ميدان تخدم انت الحاجه تعطيها جهدك الكل وتعملها كما انت تتخيل معناها انك باش تطلعها حاجه باهيه سواء كنت تطرز تصنع طيب اي حاجه وبعد الريزولتا تو نشوفوها علاش باش هذاك هو تلقى الامور ماشيه. ميرسي ان شاء الله نهارك زين واسعد ليك. ايا اليوم شنا حهريك النهار امشي ويش عاجي جي البوزه نتاعنا. يلا البوزه نتاعنا لهنا باش نستحقوا إيتر حليب عليها مغرفتين نشاي 200 غرام بوفريوا عجينه البوفريوا نرحيوها بالكدا اللي نتقر زيتها ونحطوا السكر اختياري والا الحليب المركز باهي برشا ومن بعد صبوها في كيسين ونزينوها بشويه فاتيا ونزينوها بالبوفريوا. اما البوفريوا كما قلت يلزمها تتحط يلزمها في الكوشه اذا كان يحبوا يخدموها هكا حمراء شويه لما حروقها مارون غامقة ونرحيوها تيد باش تقر الزيت باش تعطيكم الزيت. يعطيك ألف صحة. تعمل بوزة ولا ما تعملش نفس الطريقة ولا عندك طريقة أخرى؟ أنا ديما نحط الحليب المركز الحقيقة. أي هو يبنن أكيد هو اللي يبنن أما يسمن تخلينا باللي يسمن هو يبنن بني المرة الجاية نخدموا الحليب المركز نعملوه لهم حلقة سبيسيال نخدموه في الدار زادة باهي برشا اللي يعمل لنا مهمة إن شاء الله سهل على الآخر وما يتكلفش فوالا ونمشيو فقرتنا صحتك أهم. فقرتنا صحتك أهم مع ميد بوانتيين أول موقع طبي تونسي فيه أقرب طبيب ليك تاخذ معاه موعد بالإنترنت. اليوم معنا جيهان جلازي أخصائية تغذية علاجية. صباح النور ومرحبا بك. مرحبا. سافا الحمد لله. الحمد لله. دونك موضوعنا اليوم السكري مرض السكري ورمضان. مريض السكري كيفاش يصوم وكيفاش يتعامل مع المرض نتاعو؟ اسكو ينجم يصوم ولا لا زادا؟ شكون يصوم شكون ما يصومش؟ هذوما كل تساؤلات اكيد يسالوهم الناس اللي عندهم مرض السكري. وقتاش يصوم وقتاش ما يصومش الساعه؟ اول حاجه هو رمضان يحضروه قبل ديجا بثلاثه شهور بالنسبه لمريض السكري خاطر لازمنا نعملوا التحاليل نتاعنا نعدلوا السكر نتاعنا يشوفي السكر معدل وقتها ينجم معناتها مريض السكري يصوم. اذا السكر مش معدل معناها ما ينجمش معناها الاكثريه لا هذا نحكي راني انا على السكري الصنف الثاني. ايه؟ بطبيعه لازمنا نزيدوا نشوفوا مع الطبيب الغدد والسكري هو اللي باش يزيد اكثر يحد لنا اسكو عندنا الحق نصوموا ولا لا. وماذا بينا لو كان الطبيب قال لنا لا لا ما نحاولوش معناها خاطر برشا يقولوا لهم الطبيب ما تصومش يقول لك لا تصوم فما ريسك معناتها لطف علينا تيحلنا السكر ندوخو معناتها فما برشا قلق كي العبد يصوم وهو ما عندوش الحق باش انه يصوم. باهي مريض السكري اذا كان نقولوا صام كيفاش ينجم يصوم وكيفاش يتعامل مع شقان الفطر باش يتعدى لاباس ما يطلعش السكر برشا وما يلقاش صعوبات؟ بطبيعه هنايا لازم ينظم ماكلته معناتها دونك عندنا احنا وجبتين كبار في رمضان اللي هما شقان الفطر والسحور وعندنا في السهريه نجموا ناكلوا حاجه خفيفه. اي بالنسبه لشقان الفطر نحاولوا ديما نبداو نحاولوا ناكلوا قد ما نقدروا الياف اللي نلقاهم في الخضره خاصه دونك نبداو ديما بالسلطه نتاعنا هي الاولانيه ومن بعد ناكلوا الماكله اللي موجوده من بعديك. ما تعرف احنا في رمضان نبداو بالشربه. بالشربه فوالا هذاك اش باش نقول دونك يبداو بالشربه ما يسالش مش نجم مش محبذ اما مش محبذ ولا معناها حتى كان صايم يبدا بالسلطه قبل ماذا بينا اي ماذا بينا مي مش مشكل وكان بدينا بالشربه ما ناكلوش كونتيتي كبيره ناكلو متعلوش بركه يزي معناتها جوست باش نحلو بها المعده ومن بعد نتعداو للسلطه هي قبل المعجنات معناتها
لازم راهو ياكل النشويات. ما عندوش الحق في كعبة الدقلة من لو كيس ماك عيبة دقلة. سي كيس ماك عيبة دقلة مش أنا طبعا مش يشرب عادات التوانسة تقريبا تقريبا الكل يحطوا كيك عيبة الدقلة وشريبة الماء ولا. عنده الحق ياخذها بطبيعة كيس البن فوالا اي فوالا شو عندنا كيس ماء مش البن ومش بسيسة خاطر نجموا يدخلوها بعضها دونك كيس ماء وكعيبة دقلة وكعيبة دقلة ما غير لا زبدة لا فاكهة لا شمية زادة هاك نمشي معك تو بالمراحل تو نعطيوها كل شيء صحيح فوالا دونك كعيبة التمر من غير ما نزيدوها الإضافات ما حتى شيء وحدها مع شربة ماء مسموحة لمريض السكري أي من بعد مسموح ياخذ لوش نتاع شربة ومن بعد السلاطة نتاعو ومن بعد هذاك الطبق الرئيسي اللي مطيبينه احنا في الدار دونك لازم ياكل نشويات باش ما تحلوش السكر من بعديك في السهرة اما بكميه معقوله معناها ما ناكلوش مثلا صحنين مش ممنوعه النشويات معناتها مثلا مطيبين احنا مقرونه دونك يخو صحين مقرونه معقول هاوكا احنا الصحين نتاعنا شطروا باش يكون خضره عندنا الشوربه في صحفه هكا على جنب وربيع هذاك باش نحطوا فيه احنا معناتها العجين نتاعنا ما نفوتوش يعني ربع صحن وكهو ما نكثروش منهم أي. ونحاولوا ما ناكلوش زاد عجين وخبز فرد وقت دونك النشويات هما شنو يعني رجعنا للعجين والخبز نتاعك رجعنا له عندنا العجين والمقرونه الكسكسي نواصر الروز عندنا البطاطا راهي تابعه النشويات وعندنا الخبز دونك هوني ما ناكلوهمش مع بعضهم ناكلوا حاجه منهم يا مقرونه يا حاجه بالخبز يا حاجه بالمقرونه برشا ياكلوا الكسكسي بالمقرونه بالمقرونه قلت الكسكسي بالمقرونه لا سي انا الخبز بالكسكسي اي دونك هذوكم ما لازمش نخلطوا معناها زوز انواع تاع نشويات فرد وقت لازم نوع واحد ومع النشويات هذوكم يكون موجود البروتينات بروتينات هما الدجاج الحم حوت اسكالوب اللي موجود عظم زيد نجمو معناتها نستعملوهم فما حتى مشكله اي ومن بعد نجمو ناخذوا اكل بريكه هذيك خليوها في الاخر البريكه هي اللي هي وحتى كان معموله في الفور في الفور اذا في الفور ولا من غير زيت ما غير زيت ما نجمو ناكلوها تولي وقتها كما تحب انت اذا شتيتها مقليه تخليها اخر حاجه اخر حاجه ديما اخر حاجه ومقليه ماذا بينا نتاع مره في الفيل معناتها نتاع مره في الجمعه هكا جوست تطير شهوه وكهو من المحبذ ان نعملوها ديما يا اما في الفور يا اما مشويه معناها وبطبيعه الحشو نتاع البريك ماذا بينا ما يكونش فيه بطاطا خاطر هكاك بشوالي برشا نشويات مع الطبق الرئيسي اللي ديجا احنا كليناه وفي الاخر نخليو كعبه الغله اللي الديسير يعني نتاعنا اللي هو باش يكون كعبه غله تقعد الحلويات ممنوع الحلويات اي ممنوع اذا كان طارت العبد هكا شاهي حاجه حلوه والكل ياكلها بعد الماكله قد خاطر وقتاش باش يصير احنا ديجا كلينا الالياف وكلينا الماكله وباش تجيك الحلويات في الاخر دونك باش يتعطل هي خاطر سكر سريع باش يتعطل بالالياف اللي احنا ديجا كليناها من قبل دونك ما تصيرناش كيما نقولوا بيك نتاع سكر قويه نحميو شويه رواح السكر يكون اقل يكون اقل فوالا دونك ماذا بينا الحلويات خليهم مره في هكاكا مره ما يسالش واحد يبلبز معناتها مره في الجمعه مش مشكل اما ما يكثرش مش كل يوم ومش كميه كبيره. فوالا دونك هكا تسمى كلام من كل شيء كلام من مش محروم والحاجات اللي باش تطيب مع العائله مش كل طيب حاجه سبيسيال اللي هو تقول محروم مع العائله ما ينجمش ياكل معاهم ياكل كل شيء اما كونتيتي صغيره ويتبننها زاده من فوق يعطيك الصحه ميرسي بوكو ان شاء الله نهارك زين ان شاء الله نهارك اسعد الايام ونمشيو لكوجينتنا انا وياك مش قلت لك انا رايحه جايه رايحه جايه رايحه جايه المهم فما ماكله بنينه يا رايحه الماكله بنينه تهنا الريحه وصلتكم وصلتنا بفريوة عاده بوست البوفليت تحي البوزه بتاعنا بديت باش تحضر سميحه هكا بديت تعطي ريحه تعطي لون ها اش مازال كيفاش باش تزينها انت تو تو باش نصبوها في لي كوب ونزينوها بشويه بوفريوه مهروشه ولا بيستاش دونك كملنا الغوسيت نتاعنا الكل المنيو نتاعنا كمل المنيو نتاعنا حاضر جست نكملوا نحطوا شويه موتزاريلا فوق الكانيلوني نتاعنا تحمر شويه والعشاء نتاعنا احضر احضر دونك نذكروا عندنا سالاد روس عندنا كانيلوني معموله بالحم مفرو وعنا البوزه البنينه الهيله وعنا شقه نفطر به نكملوا شربه كما نعرف انا مع هذيا نتصور نعملوا شربه مثلا ما دام عندنا كانيلوني نعملوها بالخضره نعملوا بوتاج نجمو بوتاج ليغوم هيل على الاخر على الاخر ونمشي ونخرجوا وهنا راجعين